تمكنت عناصر فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية لأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تختص في تزوير واستعمال المزور لهذه العملية. جاءت بناء على معلومات مؤكدة كانت بحوزة تلك عناصر تلك الفرقة، أين أفضت بالإطاحة بأحد المتورطين في حالة تلبس وبحوزته 20 مليون سنتيم من العملة الوطنية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري. بعد الإجراءات القضائية المعمول بها، أي إذن بتمديد الاختصاص لأحد الدوائر لمدينة وهران، أي دائرة واد تليلات، والتي كانت نتائجها إيجابية بالقبض على كافة عناصر الشبكة المتكونة من 4 أشخاص، أسفرت النتيجة عن حجز مبلغ مالي يقدر ب900 مليون من العملة الوطنية والتي كانت مزورة، حيث كانت هذه الجماعة الإجرامية بصدد إغراق السوق الوطني بهذه العملة بهذه الأموال المزورة.